تيبرور كيما ذاك اللي نحوه بكين تاع البلط هذا يسموه الريبرور حتى هو هو يخدم يمشي الدم. ومن بعد قال لك يتم روح للماء السخون. رحت للماء السخون هذا وين خرجنا انا بروغرام واحد. اول ما ندخل هنا لازم كان كوموسي عند الطبيب مثلا يجي يسقسينا على الشيء اللي عندنا كيما انا عندي لا شوفي عندي اكسيدون مسداني راني ندير اللازم نتاعي واش قال لي الطبيب. كل نهار ندير بروغرام على كل حال. جيت للطبيبه شافتني وهزت لي لا تونسيون وقالت لي لازمك ديري على لي زيبول تاعك ودرت الحمام. انا اول مره جيت يامس من ام البواقي. عندنا انواع من المرضى اللي يجي بور لو بروبليم دو تاع المرفق اللي يجي بور لو بروبليم دو شوفي ولا جونو ولا كل مالاد عنده العلاج تاعو بروبرومون دي لو كا تاعو خاص بالحاله تاعو. دونك سي لو مال ديال لا ميس جو بارل اللي كان هضرت على المريضه هذه بالذات عندها ان بروبليم او نيفو دو كود. دونك نديروا لها بروغرام على برنامج على حسب المرض تاعها. وهادو سي دي زاباري افيك دي بيوز بروغرامي بور بروند باش نديروا العلاج الخاص لكل مريض. وعندنا دوتر اباري pour le poignet, pour le pied, pour le genou, وعلى حسب الحالة تاع المريض. عاودوا له إعادة التأهيل. هذا علاج نبازيو عليه بزاف في في الحمام في لاستاسيون تاعنا مع علاجات أخرين اللي نديروهم بالمياه. بلوس لا بانيوثيرابي العلاج بالماء افيك لي ديفيرون تكنيك تاعها. الحمام هنا سيت اون كور تيرمال. Pour des soins, un des cervicales ou le lombaire. جينا نورمالمون الميدسان قال لي ماما روحي لهنا وما معدني مليح ليك عندها بروبليم تاع لاختروز وانا جيت اكومباني معها عندي باسان. دونك في الحاله هذه لا مالاد هذه جاتنا بوغ ان بروبليم دو كو بروبليم سيرفيكال اسمها العمود الفقري تاع الرقبه. دونك عندها ان بروبليم هذه سي اون تراكسيون سي لا تراكسيون سيرفيكال كما نسموها لها تراكسيون باش نحاولوا نبعدوا الفقرات على بعضهم باش لي نير دو باري دوتر دو لاخر يتليبيراو والمرض يعاود يحس بالتحس. وهذا نكمل لا كور ما نبداولوش ما نبداوش المرض ديريكتومون دي فوا نديرو بلاس بدون سون لو بوا ومن بعد اون باس باغ ايتاب سولون لو كا. دونك ندير كيما هي دركا نديرو لها تراكسيون باش تحس بالراحه معها لي ماساج ومع لا بانيو تيرابي توجور هذه ولا ريدوكاسيون سي لان هي On m'a fait une bonne publicité, je l'ai conseillé parce que je connaissais très bien Hammam Sraté, mais je ne connaissais jamais les merveilles du centre. Je ne le connaissais pas. J'ai eu un médecin qui m'a consulté, et bien il m'a conseillé des exercices ici. Je suis en train de prendre une cure. Malheureusement, je ne savais pas que c'était si précieux, sinon je serais venu avant. C'est un malade. De toute façon, voilà, il est venu de France, donc حالة من الحالات اللي عقبتها اليوم الصباح. دونك درت une consultation. لقيت عنده des problèmes على حسب la maladie تاعو. عنده un problème au niveau des genoux. Donc j'ai prescrit, درت له العلاج parmi العلاجات درت له العلاج في la piscine. Parce que في la piscine on fait des soins, c'est un soin. Mais ما كانش partout. C'est un soin un peu spécifique للحمام الشلالة. دونك نديرو فيه لاكواجيم وعلى حسب الحاله تاع المريض نديرو
ليدروثيرابي، العلاج بالماء. العلاج بالماء فيه ديفيرون تكنيك، يعني طرق مختلفة. عندنا العلاجات اخرين كما الانجباس بالماء ولا والمساج تحت التدليك تحت الماء، دونك لو جي اي المساج سولو. المساج تحت الماء سي دو لو كي باس دون دي تروك كاكا بار انفوزيون. لو مالاد يكون تحت الماء اون لو ماس، دونك اون لو ماس على حسب الحاله تاعو. مي سي ان سوا كون بو فار بوغ ميم الانسان مش مريض. جوج سمانات فاكونس جيت من غرونوبل لهنا، ليدي تاعي قلت انا نروح الحمام غير ما حمام سبورتيف هو المخير. اي سا جو سوي كونتون ديجا، جو روسون جو سوي كونتون. نروح نقعد 4 جور، لا بروشين فوا نقعد 2 سومان ان شاء الله. دوك انت تجي على الراحه النفسيه. راحة نفسية والبيزاج والربو ولا كومبيتونس دو ليكيب. ملي جيت الوغ جو سوي انجستخي شي الميدسان، ابخي عطوني البروغرام، لا حكمني الكيني دوش سولو، ابخي لو جي، ومازال الخير قدام لي زاكتيفيتي كاك توت ابخي ميدي. تخي بيان. ودابخي ديالوستيك تاع الميدسان ماش خلاك؟ ما عندك والو، ما عندكش. Oui, donc il faut, le médecin conseille, il faut l'entretenir comme le véhicule maintenant. Là, je me dis également une fois par an. دونك هنايا الرواق تاع العلاج الفيزيائي بما فيه لا صال تاع اعاده التاهيل والتوظيف. دونك هنايا عندنا العلاج الفيزيائي فيها علاج تاع الانفخاروج، الاشعه تحت الحمراء، عندنا الاشعه الصوتيه، وعندنا لابارافين، وعندنا علاج بالالكتروثيرابي. اي دونك المريض يجينا دونك كيف كيف على حسب واش عنده. كيما هنايا لو كا لو مالاد عنده دي بروبليم او نيفو دو لا شوفي في لهنا او نيفو دي جونو، نديروا له المساج افيك انفخاروج. هذا العلاج تابع علاج فيزيائي، دونك سي لا بارافين، سي دي مويان كامل فيزيك، تسمى علاج فيزيائي اللي يعاون باش ينحي سطر لو مالاد، سي افيزي اونتالجيك، دونك كو سو سوا لا بارافين ولي ساك دو بارافين ولا لانفخاروج افيك ان ماساج. بالنسبة لمصلحة العلاج والاستشفاء، يعني فيها اطارات، فيها اطباء كفء وراهم متكونين بالتداوي بالمياه المعدنيه، بعد اطباء اختصاصيين في الميدان هذايا، ويحتوي الطاقم الطبي وشبه الطبي على 32 عامل اللي موجودين في المصلحه هذه. اما المياه الموجوده هنايا في مركب حمام الشلاله ذات درجه علاج جد مرتفعه 97 درجه مئويه، الينابيع اللي تخرج منها المياه الحموية هذه يعني تقدر ب 110 متر كيوب اور يعني في الساعة، فهمت؟ ولهذا السبب احنا حبينا نوسعوا ونستغلوا المياه هذو للمركب وكذلك للمركب السياحي الجديد ان شاء الله. بالنسبة للحمامات، شوفي عندنا ثلاث حمامات، عندنا حمام قديم اللي موجود بجنب شلال، هذا مبني في 1870 تم تجديده في سنة 2020، يحتوي على 19 غرفة، وعندنا حمام داخل المركب يعني للعابرين، يعني الناس اللي ماهمش مقيمين عندنا اللي يجي يحب ياخذ حمام يعني ويقدر يدخل لدارو والله عقب لا جورني تاعو لهنايا داخل المركب. عنده فيه 72 غرفة حمام، إيكات بلوندو يعني دي بيسين صغار. أما الحمام اللي موجود داخل المركب يحتوي على 34 غرفة بما فيها مسبحين كبار، واحد خاص بالنساء وواحد بالرجال. هذا هو يعني المجموع كامل تاع الحمامات اللي راهي موجوده داخل المركب لهنايا حوالي 116 من كابين دبا. كما يعد الشلال الذي يعتبر ايقونه السياحه الطبيعيه بقلمة اهم العوامل الطبيعيه التي تستقطب الزوار من داخل وخارج الوطن. هذا الموقع الطبيعي يشتهر
بمياهه العلاجية الحموية يعني ليصلح للأمراض، يداوي الأمراض الجلدية، أمراض الأعصاب، أمراض العظام وغيرها. كذلك تحتوي مياهه المعدنية على يعني الراديو أكتيفيتي اللي ممكن يعني في عيادات خاصة يعني تسقام بمبالغ كثيرة. هنا راه يعني هنا موجودة في هذه المياه وفي خصائص. درجة الحرارة 97 درجة مئوية، وسابقا كانت من 98 وأعلى من 98 درجة. يعني زورونا ناس كثير ويقولوا باللي هذه المياه هي مصنفة ثانية عالميا بعد منابع إسلندا. كاين اثنين حمامات يستفادوا من منابع الشلال، لحمام المسك والطين يعني القديم اللي مبني سنة 1889، وحمام خرشيش المجاور يعني اللي يستفاد كذلك من هذا المنابع الحموية. وتوجد حمامات أخرى للبلدية وأخرى مسيرة من مؤسسات عمومية اقتصادية تابعة للسياحة، المركب الشلالة. وهناك استثمارات أخرى اللي راهي استفادت من مزايا استغلال المياه الحموية، كذلك راهي في طور الإنجاز. وهنا طريقة استعمال البخار هذا فيه فوائد علاجية، الفايدة تاعو مليح للناسيوناليزيت مانيغال لانرجي روماتيز، مليح للعينين، مليح للكواتر، مليح للجلد، مليح للظهر. هنايا نقدروا نستعملوه، هنا الباسان نديروا هنايا، نقدروا نستعملوه هنايا ناسيوناليزيت، هنايا نستعملوا نديروا الجلد تاعنا هنايا كما هكا. هذيك انه البخار هذا يتكون من عدة معادن، منها الكبريت، الكالسيوم، المغنيسيوم، الفوسفور، الكلور. المواد هذه هي اللي تداوي عن طريق الاستنشاق. يعني صرات أول مرة صرا انشقاق في هذه المنطقة يعني منذ ملايين السنين، وحفرة عميقة، وبالصدفة يوجد واد جوفي مياهه باردة. هذه المياه تدخل في الحفرة العميقة لتلامس الطبقات الأرضية الساخنة وتعود من جديد. هذا الانفجار حدث على مساحة أكثر من 500 هكتار في مدينة حمام دباغ، اللي يعني كما تلاحظوا هناك صخور بما تسمى العرايس، يعني تلك الأشكال المخروطية اللي يزيد عددها عن 130 صخرة، وهي عبارة عن منابع مائية قديمة جفت. لما جف هذا الانفجار المائي يعني بقى في هذه المدينة من 13 إلى 15 منبع حموي في هذه المدينة. هذه زورونا السواح يعني خاصة في مناطق الذروة، السواح يعني لتعدادهم بالتذاكر أزيد خاصة في العطل المدرسية أزيد من 6000 سائح في اليوم، يعني دون احتساب الأطفال أو بعض الاستثناءات اللي يدخلون هنا. يعني العدد ممكن يضاف إلى أكثر من 6000. أول زيارة لهذه المنطقة، زيارة وميمطون اكتشافية وترفيهية، أولا العلاج والاستجمام واكتشاف المنطقة. C'est la première fois que j'ai vu une chose comme ça. C'est vraiment magnifique. Vous avez l'intention de revenir? Oui. Quand on vous invite. Merci beaucoup. Merci. Et votre impression sur le site touristique? C'est un beau paysage. Mmh. Et j'aime le désert. Mmh. Il y a des Romains, des choses des Romains. Il y a de nouveau des modernes choses. C'est impressionnant. Nous avons des partenaires de tourisme dans l'Algérie. Nous avons une agence touristique. واليوم كان لنا الحظ ان شفنا هذه المدينه الرائعه، مدينه قالما، شفناها في اطار زياره تاع اجانب. راهم رانا في 13، كاينين 11 منهم راهم من جنسيه المانيه وزوج راهم من جنسيه سويسريه. راهم عاجبهم الحال، راهم كونتون، وان شاء الله في القريب العاجل يعني من الشتاء هذه اللي جايه وروح راح يكون عندنا دي بروغرام وين نبقاو نجيبوهم هنايا وفي بلايص اخرين في الجزائر، وهنايا في قالما سورتو نجيبوهم لهذو لي ستاسيون هذو تاع العلاج وعلى تيرمال. احنا في اطار استراتيجيه معتمده من طرف قطاع السياحه والصناعه التقليديه ضمن مخطط توجيهي سياحيه، نهدف إلى المحافظة على الريادة وتطوير الوجهة السياحية الحموية لولاية قالما، وفي نفس الوقت العمل على تنويع العروض السياحية من خلال استغلال مختلف الموارد السياحية الثقافية التاريخية والأثرية ضمن المسارات السياحية. بخصوص المحافظة على ريادة الوجهة السياحية لولايتنا، في عكف القطاع على تطوير وعصرنة المرافق الحموية لتلبية حاجيات الوافدين،
في مجال السياحة الحموية العلاجية كأولوية بإضافة أجنحة متعلقة بالجانب العلاجي، حيث نسجل طاقة إيواء إجمالية تقدر ب 1900 سرير، منها 1415 سرير يوجد بأربع محطات ذات طابع حموي. في السياق ذاته من خلال الأهداف التي نرمي لتحقيقها مستقبلا هي بلوغ هدف 13 محطة حموية بإضافة 9 محطات للأربع محطات الموجودة حاليا. تتوزع هذه التسع محطات اللي نأمل في الإضافة تاعها حول عصرانة أربع حمامات تقليدية تابعة للبلديات، اثنين بحمام دباغ، واحد ببلدية عين العربي، واحد ببلدية هيليوبوليس بقرية حمام مولاد علي. مركب حمام مولاد علي ببلدية هيليوبوليس يشكل بدوره صرحا سياحيا بامتياز، وذلك لاستقطابه الزوار من طالبي الاستشفاء والراحة من مختلف ولايات الوطن، لما يحظى به من مؤسسات فندقية تتوفر على مصالح صحية مجهزة بمعدات حديثة يشرف عليها أطباء متخصصون. يبعثوهم بإنفاي أوريونتاسيون، هذيك الأوريونتاسيون يوجهني فيها المختص، قال لها واش عندك المريض تاعك، المرض ها واش عنده، قداه سيونس لازمت له، يجيب دوسي ميديكال تاعو كامل، نعطيه دي سيونس الاولى يتبعهم لي دوبي هذوك تاع لي سيونس، نشوفوا عليهم الريزلتا اسكو كاين دي ريزلتا، كاين كيما نقولوا تقدم تحسن في المريض، نزيد نطوروا فيهم قال يستمر يكمل في ليكير هذوك ولا يشفاء تام، ولا نزيدوا حوايج خلاف ما كانش فيهم هو في الاول، الكينيزي تيرابيت ولا بيان ماسور وبيان ماسيوز، يعطينا ديما رابور بالريزلتا تاعو وين وصلت. الخدمات اللي يقدموها للباسيون اللي يجينا لهنايا لصحة البشرة، هو عندنا التنظيف السطحي والتنظيف العميق، عندنا نوعين. التنظيف السطحي يكون عن طريق الحمام بخاري بهذا الجهاز، ومن بعد نقوم بتقشير الخلايا الميتة تاع سطح الجلد، وممكن حبوا نديروا التنظيف عميق نقشروا هذاك نقول نسيج الخلوي تاع البشره، من بعد نوليو نتريتيوه عن طريق هذا من لي برودوي. وعلى خاطر كاين ناس كي يروحوا عند دغماتولوج دير ان تريتمون انترن، ابخي 3 موا كي تكمل التريتمون تاعها انترن تولي تجي عند ليستيسيان، ليستيسيان هنا لو رول تاعها هي دير تريتمون اكسترن، هنا واش نوليو حنا ننظفوا هذيك نديروا تريتمون اكني هذه، وش راح به نقصوا لها هذيك الافرازات تاع الدهون ونقشروا هذيك الحبوب اللي في السطح الجلديه اللي خرجت من داخل البشره. انا لاعب كره القدم فريق مصر الفجاج، شغل كنت نونتريني وديكا وصرالك؟ شغل في كونتاكت مع جوار هربت رجلي. قطع لي رباط صليبي. بعد؟ درت عملية جراحية في قسنطينة. بعد بعتني لهنايا باه ندير برنامج إعادة تهيئة. تعرض الإصابة في ألسيا ليغامون كروازي ريبتور كومبليت. عمل العملية جراحية وبعتو يدير عندنا لا ريدوكاسيون فونكسيونيل. في الديبي كان بلاتر كان بليبي كي كان لودام كان لاريودور في الجنو تاعو، حنا بازينا في الاول نبازيو نهبطوا لودام ونرونفورسيو ونخدموا له لا فليكسيون اي ليكستونسيون، من بعد نبان ليكيديو نحيو علينا لو هانديكاب تاع لاتيل وليبيكي، من بعد نوليو نخدموا ندخلوا في لا فاز دوزيام تاع رونفورسمون ترافاي ديكيليبر باه ندخلوا، من بعد ندخلوا في لا فاز بري كومبيتيتيف. لوتر سي لا ميم شوز سي ال سي ا، مي هذاك البروبليم تاعو قعد بزاف بطابه جا لا ريدوكاسيون، وهذا هو الحاجه المهمه في لا ريدوكاسيون انك تجي ما تبطاش ما تخليش الوقت يفوتك باه تجي لا ريدوكاسيون تولي صعيبه لينا وليه. هم لي ميم كا هذا جا في دوبي جا ابري ميم با 15 جور ملي دار لوبيراسيون جا دار لا ريدوكاسيون تاعو، ها لي تاعو كيفاه هذاك
بعد شهر بهجه احنا وجدنا معاه صعوبات كبيره باه نطبقوا له رجله باسكو رجله دخلت في ليطاطا لا رودور ودخلت في حوايج بزاف. العلاج الفيزيائي هدايا نبداو به الاول باسكو نوجدوا المريض الاصابه تاعو نوجدوها باه يدخل يخدم السخون ما نقدرش نخدموه افروا باسكو فيها لي زيليكترود فيها لي زوتراسون فيها الماساج مانيوال فيها الانفراروج كيجي يدخل هنا الباسيون يكون ديجا لو مومبر سخون ديجا ما نقدرش نخدموه افروا. من بعد نونطاميو لا ريديكاسيون فونكسيون وكي يعد نيسيسيتي لا هيدرو عندنا كيسكي هيدروثيرابي كيسكي بيسين كيسكي دوشا فيزيون تو لو تو ولا الحمام واش يلزم له تحطوا له طبيب في لافيش نابليكيو له. كما درنا مع دار ايديوكاسيون فونكسيونيل دروك حنا جبناها لا بيسين بور تيرميني لا سيونس لا ايديوثيرابي باسكو لا بيسين تعاونوا بزاف. روح اون فاي بيان جمال نفتح مليح يا جمال نفتح مليح تري بيان ايه ارجع لورا لورا نفس 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 ليكزارسيس بعد جو سيرش بي لوان هكذا وهكذا دي فوا لا غوش دي فوا لا دروا تري بيان بالنسبه للجاكوزي هو مرحله من مراحل العلاج وعندها دور كبير انها تطور ولا توصل انها النتيجه علاجيه جيده للمريض. المصحة الطبية تحتوي على الكثير من الخصائص الحموية السياحية العلاجية، يعني أي واحد يحب يرتاح ولا يحب يدير سياحة كاين تدليك سياحي، يعني تدليك كما نقولوا تدليك استرخائي، كاين تدليك علاجي، كاين إعادة التأهيل الوظيفي، كاين مسابح مغطاة، كاين جاكوزي، كاين سونا. بعض المنابع الحيوية القديمة أو الحمامات التقليدية تنتظر برمجة مشاريع استثمارية بها، لكنها تبقى محل اهتمام زوارها المؤمنون بتأثير مياهها الطبيعية الإيجابي على صحة الفرد. الحمام ما شاء الله من بكري من قديم الزمان كي كان لباسان كان حمام هائل ودرك راهم زادوا طوروا فيه طوروه مليح دي شومبر تاعو يداوي دي شومبر انديفيديوال هذا الدواء بكري اللي عنده ليكزيما يجي يداوينا في الحمام هذا وحمام ما شاء الله وفيه الماء مالح وسالو ناتورال يجري من قدره ربي على ميل ما شاء الله. انا جيت من الجزائر باش نتحمم هنا جيت بويسك كنت شويه مريض ربي يشافيك عندي لي مشكل تاعي مش مسرحين بربي ان شاء الله مسرحوا ديجا هاني طلعت فيزيك هاني طلعت بها. حمام الطاهر المعدني هو حمام عنده عدة مميزات وعدة خصائص استشفائية. هو الاختصاص تاعو في مجال العلاج بالمياه المعدنية لدرجة الحرارة عنده 40 درجة مئوية عنده ما في عنده الخصائص تاعو الكبريت والأملاح المعدنية المتوفرة فيه يعالج عدة أمراض منها الروماتيزم منها أمراض التنفس أمراض النساء يعالج الحساسية ليكزيما. هو الحمام تاعنا هذا مقصود من يقصدوه خاصة للعلاج مقصود للعلاج. الحمام تاعنا هذا هو حمام تقليدي وبربي إن شاء الله في المستقبل راح يكون تطوير فيه وخاصة في الجانب العلاجي راح يكون فيه مركز للعلاج بالمياه المعدنية. كان من بين الحمامات القديمة جدا تدخلت البلدية وقامت بإعادة ترميمه هذا في إطار تشجيع السياحة الحموية على مستوى المنطقة واستغلال قدر الإمكان الإمكانيات المتوفرة على مستوى بلدية عين عربي. درجة الحرارة تاع المنبع 56 درجة. حمام الفايده تاع الماء تاعو مليحه ياسر خلاص مليحه للجلد للمرض اللي يجيو الناس مرضى يروحوا مرتاحين كذا ولكن في الوقت هذا اللي رانا فيه الحمام ولا نقص شويه نقص عليه نقص الماء
هذا امر ربي سبحانه عز وجل من جهه الجفاف، هذا من جهه الجفاف تالي كنت تقدر تدخل لهنا تجي ميت الراس في النار تتحمم. دوكا راه ما كانش راك تشوفي الماء كانش. ومن المرتقب أن يشهد تخصص السياحة الحموية بولاية جلمة قفزة نوعية بعد تطوير وتجهيز بعض المشاريع وإنجاز المشاريع الجديدة المسجلة، والذي من شأنه النهوض بقطاع السياحة الحموية بالولاية وفق ما تصبو إليه سلطاتها المحلية. المشروع تاعنا عبارة عن إقامة سياحية موجهة إلى في كوتي تاع الحموي، يعني في العلاج الحموي. نعم. بون في الاقامه السياحيه تاعنا عندنا مقسمه على اربع جهات، عندنا لي بنغالو والمتواجدين 48 بنغالو، عندنا حمامات بور لي زيكسترا للناس اللي جايين على برا، عندنا 85 شومبر 85 غرفه فرديه، وعندنا الاخر دي سونا ثانيك وكاين ثانيك. بون البناغل والحمامات يعني راح ندخلوا في الاستغلال في اخر العام ان شاء الله. وعندنا ثاني الحاجه البليز امبورطونت السيرفيس ميديكال. المشروع هذا ينقسم الى قسمين، وين راح يخضع في الحصول على رخصه الاستغلال الى مرسوم 19150 كرخصه استغلال مركب سياحي. اما الرخصه الثانيه فهي رخصه استغلال محطه حمويه اللي تخضع لتسييرها من طبيب باعتماد مسير كطبيب او تقني سامي في الصحه العموميه متحصل على خبره 3 سنوات. اغلب الموظفين اللي راح يكونوا في المحطه الحمويه التي تعنى بالجانب العلاجي للوافدين على هذا المركب السياحي راح يكونوا مختصين في المجال الصحه العموميه واعاده التاهيل الحركي، بحيث ان اول بيبشروا معاينه هذه المحطه الحمويه في اطار منح رخصه الاستغلال ان شاء الله في المستقبل راح يكون اعداد محضر معاينه مشترك ما بين مديريه الصحه لولايه قالما ومديريه السياحه والصناعه التقليديه بلدية. بالنسبه للحمامات متوفرين في الغرف، عندنا 20 غرفه اللي دوش تاعهم بالماء معدني، عندنا 64 بنغالو كيف كيف فيهم بينوار افيك لو ترمال، وعندنا كيف كيف لي باسان، عندنا حوالي 114 حوض، عندنا 50 غرفه حمام مخصصه للعائلات، يعني هي كبيره الحجم حوالي 6 اشخاص، وعندنا 38 غرفه مخصصه للنساء، وعندنا حوالي ايضا 50 غرفه مخصصه للرجال. بالاضافه الى المسبح، عندنا مسبح للكبار وعندنا مسبح الاخر للاطفال الصغار بالماء المعدني. احنا اللي جو من اجل الماء جايين سبيسيالمون على جال الماء، كاين اللي حابوا يستكشفوا البلاصه، كاين حتى اجانب اللي قاعدين يجيونا بزاف، يعني في العام اللي فات جونا